أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم لليوم الرابع أمام الشاحنات المصرية، ولم تسمح بدخول أي منها، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا وتمارس قوات الاحتلال أقصى درجات العنف والتعسف ضد الشاحنات من خلال عرقلة دخولها إلى المدنيين والنازحين بقطاع غزة الذين يعانون من أزمات وكوارث إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية، بالفعل لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تمارس أقصى درجات العنف والقسوة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك من خلال عرقلة دخول المساعدات إليهم. اليوم هو السبت، هي إجازة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وبالتالي قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تقوم بفتح أبواب منفذ كرم أبو سالم لاستقبال المساعدات المختلفة. هذا بالإضافة أنها قامت على مدار الثلاثة أيام الماضية بإغلاق أبواب المنفذ أمام المساعدات والشاحنات المصرية التي تحمل مساعدات مختلفة، سواء كانت مساعدات إنسانية أو غذائية أو طبية أو دوائية. إذن نحن أمام وضع في غاية السوء، يزداد يعني تعقيدا يوما بعد يوم بسبب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الكبيرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من أزمات وكوارث إنسانية بسبب الحرب في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يعني حذرت منه أكثر من مرة منظمات الأمم المتحدة، بأن ازدياد هذه عدم دخول الشاحنات المصرية وعدم إمداد القطاع وسكان القطاع بالإمدادات الخاصة بالغذاء والوقود والطاقة سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه الآن. وبالتالي نحن أمام مشهد متكرر من العنف ومشهد متكرر من التعنت والتعسف الإسرائيلي الكبير تجاه المساعدات الغذائية التي كانت من المفترض أن تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.